بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي والكنائس والاتحادات والنقابات والمؤسسات والقطاع الصحي والفعاليات المختلفة في محافظة بيت لحم، نظمت وقفة تضامنية مع أهالينا في قطاع غزة، حيث تجمعوا موحدين في ساحة كنيسة المهد رافعين الأعلام واليافطات. تخللت الوقفة كلمات استنكارية منددة بالمجازر التي ترتكب بحق الأبرياء في فلسطين. وفي كلمة الأب متري الراهب الذي تكلم باسم الكنائس وأدان الحرب الجارية في المنطقة واستنكر قصف المستشفى المعمداني ودور العبادة، كما طالب العالم والمجتمع الدولي بالتدخل السريع وفتح ممرات إنسانية آمنة لدخول الدواء والطعام والماء الذي تفتقد له المنطقة. ما حدث في غزة هو جريمة حرب. هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف الحجر والبشر والشجر، لابد أن يقف هذا الحرب. ننادي بهدنة في الوقت الحالي، إدخال المساعدات الإنسانية وإعطاء الفلسطينيين حقهم في الاستقلال والحرية وتقرير المصير والكرامة الإنسانية. كفانا قتل وتشريد 75 سنة على النكبة ولم نحظى كشعب فلسطيني بحقوقنا المشروعة الذي كفلها القانون الدولي والذي نادى بها المسيح، نادى بالحرية للأسرى، نادى بالكرامة للإنسان، وهذا ما نعمل لأجله. كما تخللت الوقفة كلمات من قبل عدة مؤسسات منددة بما يجري في غزة. متجمعين هون عشان نجيب سلام للأرض. كيف يسوع جاب سلام بهالمكان بهالمنطقة فوق 2000 سنة؟ نحن بنعيدها ونطلب ربنا يسوع انه يرجع يشجعنا ويجيب سلام على الأرض وسرار بين الناس وتفاهم بين الناس. صلينا كل الكنائس مع بعض في القداس الإلهي لأجل نية السلام، والوان واقفين مع إخوتنا وقفة لنصرخ لنصلي كمان لأجل السلام في الأراضي المقدسة، إنه ربنا يوقف الحروب اللي فيها أبرياء كثيرين يقتلوا، ونتمنى حلول هذا السلام ووقف الحرب من الرب أن يحدث عاجلا. رسالتنا طبعا من مهد السيد المسيح رسالة المحبة، رسالة السلام اللي انطلقت من بدايتها من ميلادة السيد المسيح في هذه الأرض لحتى تنتشر للعالم كله. فاليوم نحن رسالتنا رسالة وقفة حق لحتى نحتاج على الأشياء اللي بتصير بس ولكن للسلام، لا للحرب، لا للدمار، لا لقتل الأطفال. هذه هي أهم شيء، الرسالة اللي لازم توصل. رسالتنا للعالم أجمع، ونحن نقف هذه الوقفة الحزينة التي تعبر عن استنكارنا وتنديننا للمجازر التي تقام في غزة هاشم، أن هذا الدمار وهذه الحروب لن تنفع ولن تؤدي إلا إلى كثير من الضغائن وكثير من الكراهية، ونحن نستنكر هذه المجازر وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون معنا وأن يرحم شهداءنا وأن يتقبلهم عنده فعليين. نقف هذه الوقفة مقابل الأعمال البربرية التي يقوم فيها العدو الصهيوني في غزة، وآخرها قصف المستشفى المعمداني يوم أمس. يقول الأمريكان أن يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها، لكن ألا يحق للفلسطينيين الدفاع عن نفسهم المحتلين منذ سنوات طويلة أمام الغطرسة الإسرائيلية والاستيطان والقتل والدمار الذي نشهده يوميا؟ لذلك نقول لإسرائيل نحن موجودون على هذه الأرض، لن نرحل منها وسنبقى صامدين حتى النصر بإذن الله تعالى، ونسأل الله الجنة لشهداء غزة ولشهداء فلسطين جميعا في كل الوطن الفلسطيني التاريخي. رسالة غضب نرسلها للمجتمع الدولي الصامت، هذا المجتمع الدولي الذي يشارك في العدوان على شعبنا الفلسطيني، هذا المجتمع الدولي الذي
يقول أنه مجتمع يحترم الحريات ويحترم حقوق الإنسان، لا بالعكس، يثبت اليوم أنه يشارك في أفظع جرائم الحرب التي تأتي ضد شعب أعزل، شعب يتم دفنه، شعب يقوم الاحتلال الإسرائيلي بقتل أطفاله بأبشع صور الجرائم. فهنا من مهد المسيح نرسل رسالة لهذا العالم لوقف هذه الجرائم والوقوف مع الشعب الفلسطيني. وبذات السياق وبتنظيم من مجموعة كشافة نسور المهد في بيت لحم، نظمت وقفة منددة بجرائم الحرب في غزة، حيث أضيئت الشموع في ساحة كنيسة المهد وأقيمت الصلوات والتراتيل وكلمات معبرة منددة بالحرب على غزة، وبحضور واسع من الكشاف وجمع غفير أتوا للصلاة والتضرع وطلب السلام في أرض السلام التي تفتقد للسلام. وجع، نعم، إنه الوجع الذي لمس قلوب الملايين في كل العالم. فبأي حق تقصف دور العبادة؟ وبأي حق يقصف أطفال أبرياء بصواريخ؟ وبأي حق تقصف البيوت على قاطنيها؟ وبأي حق تقصف المدارس ورياض الأطفال ومراكز الإيواء بالصواريخ؟ نعم، هي رسالة بأن نتسلح برسالة السيد المسيح، رسالة السلام والمحبة. نعم، أضيئت هذه الشموع أمام مهد المسيح لتكون دلالة واضحة على التمسك بالأمل والرجاء نحو تحقيق النصر في مدينة السلام، لتكون دلالة واضحة على التمسك بالأمل والرجاء نحو تحقيق النصر في فلسطين. نرفع صلواتنا لله الآب هون من بيت لحم، من مدينة السلام، من بلد السلام اللي تفتقر للأسف إلى السلام. رافعين صلاتنا وطالبين من العالم إنهم كمان يصلوا معنا، يصلوا معنا من أجل السلام، السلام في بلادنا، في غزة، في العالم أجمع وفي قلوبنا. مهم كتير كمان السلام في القلب، لأنه السلام في القلب هو منبع لكل مبادرات السلام الثانية اللي من خلالها ممكن نوصل للعدالة، نوصل للسلام بين الشعوب، نوصل كمان للعيشة، نوصل كمان إنه نكون كمان كلنا متساويين، كلياتنا أولاد في هذا البلد، كلياتنا بنخدم في هذا البلد. نرفع صلواتنا لله الآب على هاي النية اليوم من هون، من بيت لحم، من ساحة المهد. هاي المبادرة تنظمت من الكشاف، ومن خلالها احنا كتير من شبابنا وصبايانا ورعايانا لبوا النداء حتى كلياتنا نكون صوت واحد، صوت سلام واحد، بالاسم كل أبنائنا هون، أبنائنا المسيحيين هون في بيت لحم، حتى نرفع هاي الصلاة طالبين، بكرر مرة تانية، من العالم أجمع أنه يكون معنا على الأقل متضامن معنا في الصلاة. من واجبنا اتجاه وطننا فلسطين، اليوم قمنا بدعوة أهالي مدينة بيت لحم للوقوف وقفة تضامنية مع الإخوة وأبنائنا في قطاع غزة الحبيب الذين قصفوا بالأمس في مستشفى المعمداني. هذا المستشفى الذي حصن فيه أبناء غزة وأطفال غزة الأبرياء الذين كانوا يعالجوا من القصف ومن التشريد. هذا المستشفى الذي جمع أبناء غزة تحته، لأن من ذهب إلى هناك يعلم أن هنالك خطوط حمراء في القصف وهناك خطوط حمراء في الحروب. المستشفيات لا تمس، ولكن هذا الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي لا يحترم لا أي خطوط حمراء ولا يحترم أي دماء ولا يحترم أي معارف دولية، هذا الاحتلال الذي قتل وحاصر في كنيسة المهد الأبرياء، والذي قتل قبل 22 عام أحد أبناء الحركة الكشفية وأحد أبناء مجموعة كشافة ترسنطة الجوال جوني ثلجية، يعني استشهد من هنا من أمام كنيسة المهد. واجبنا اتجاه الوطن وواجبنا اتجاه أبناء هذا الوطن أن نقف معهم وأن نكون سندا لهم. نحن أساس هذه الأرض ونحن أساس هذا الوطن وسنبقى ذلك. لنرسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة المهد بيت لحم.